شهر على انتفاضة تشرين غير المشهد العراقي ورسم له خارطة طريق جديدة قد يكون لها أثر محلي وإقليمي ودولي. فبعد احتجاجات واعتصامات وصراع مع السلطة الفاسدة انفجرت الانتفاضة الكبرى بملامح واضحة وضوح الشمس أنها تهدف إلى إنقاذ العراق من مطحنة 16 عاما أثرت سلبا في جميع نواحي الحياة. بدأت الانتفاضة سلمية واستمرت كذلك في نسقها العام أخذة في الاتساع من حي لآخر ومن محافظة إلى جارتها، حتى ما عادت تقتصر على تجمعات الميادين بأوقات معينة ليلا نهارا وبشكل متواصل. لا يسمع في العراق سوى هتاف الشعب يريد إسقاط النظام بشكل عفوي مبني على احتقان متراكم. أطلق الشباب العراقي انتفاضته، ومن ثم انضمت النقابات والتجمعات المدنية ومختلف الفئات الشعبية لهذه التظاهرات حتى وصلت إلى مستوى تنسيق رسمي ضمن قاعدة عريضة فشلت الحكومة في اختراقها أو الالتفاف عليها. أفرزت التظاهرات بعد مرور شهر عليها مواقف تجمع بين الطرافة والبساطة وتعبر عن التفاؤل والتعاون وتكشف عن مدى ارتباط الشعب العراقي بوطنه وإدراكه لمفهوم الوطنية العفوي البعيد عن شعارات الأحزاب الفارغة. فمن بائعة المناديل التي تهدي المنتفضين مناديل لمسح جراحهم وعرق تعبهم إلى عربات التوك توك الصغيرة التي تحولت إلى أيقونة الانتفاضة، أصبحت التظاهرات يوميات عراقية بروح شعبية تجمع بين الاستمرار في الحياة والتأكيد على استمرار الانتفاضة. لكن الحكومة أبت إلا أن تحول هذه اليوميات إلى مآتم في كل حي وبلدة. السلطة الحاكمة وميليشياتها بتخطيط إيراني اختارت منذ اليوم الأول الحل الأمني، فاستخدمت كل وسائل القمع حتى سقط مئات الشهداء من المتظاهرين وجرح الآلاف في حصيلة مستمرة في الارتفاع. وعندما وجدت نفسها عاجزة عن إيقاف عجلة التظاهرات حاولت أحزابها القيام بمبادرات سياسية اعتبرها المتظاهرون لا ترتقي إلى مستوى مصيبة العراقيين بهذه المنظومة الحاكمة. اختتم الشهر الأول من الانتفاضة، فخرج رئيس الجمهورية برهم صالح بخطاب يحاكي خطاب رؤساء بلدان الربيع العربي من حيث البلاهة والانفصام عن الواقع والهروب من حقيقة المشهد. الانتفاضة مستمرة، خذلها العالم أم ساندها، ونقطة نهايتها تكون حيث يجد العراقي نفسه حرا سيدا لنفسه مستقلا بحاضره ومستقبله.